السلام عليكم من اسطنبول، أحييكم وأدعوكم لتصحبونا في حلقة جديدة من برنامج فضاءات، نبدأها بهذه الجولة في آخر الأخبار والإصدارات الثقافية. شارع المتنبي، فضاء معرفة يوحد العراقيين. يعود هذا الشارع الواقع في قلب بغداد بمنطقة يطلق عليها اسم القشلة إلى أواخر العصر العباسي. اشتهر منذ ذلك الحين بازدهار مكتباته واحتضانه أعرق المؤسسات الثقافية، وقد أطلق عليه اسم المتنبي عام 1932 تيمناً بشاعر الحكمة والشجاعة أبو الطيب المتنبي. شارع المتنبي صراحة كل يوم من أيام الأسبوع الدميزة، يوم الجمعة مثلاً
يعني تحدث لي فعاليات جدا كبيرة، يعني ما ممكن أن حصرها بكلام صغير، يعني ما بينها العزف، احتفالات، مهرجانات، رسم، قراء الكتب، هواة الطابعات، هواة النقود القديمة، هواة الأنتيكات، يعني أمور كثيرة. تحول الشارع أوائل التسعينيات إلى ملتقى للمثقفين كل يوم جمعة، حيث يتم عرض آلاف الكتب وتنتشر فيه مكتبات الرصيف. يبدأ الشارع الذي يمتد لأقل من كيلومتر بتمثال للمتنبي مطل على نهر دجلة، وينتهي بقوس بارتفاع حوالي 10 أمتار نقش عليه أشهر أبيات الشاعر المتنبي. شارع المتنبي رئة ثقافية وملاذ آمن يحتاجه المثقف العراقي، وأصبح خلال السنوات الأخيرة إلى منبر مدني مفتوح للقاء جميع الباحثين عن الكتاب الجديد وعن القراءة وعن الثقافة. تباع في شارع المتنبي الذي تحيط بجانبيه أبنية تراثية كافة أنواع الكتب وعلى رأسها السياسية والاجتماعية والتاريخية، كما تباع القرطاسية والأقراص المدمجة والنظارات الطبية والخرائط وحتى الألعاب الصغيرة. دا أشوف الأطفال كلش كبير على شارع المتنبي، ومن الفئات العمرية يعني الشبابية والفئات العمرية الكبيرة بالسن، فهذا الشيء كلش حلو. أسعار الكتب هي حالياً يمكن نقدر نقول إن هي مو مهمة، تعرف ليش؟ لأنه إحنا حالياً دا نشوف القراءة بالكتب الإلكترونية، فلاحظ هنا أسعار الكتب يعني متجاوز 30,000 بالنسبة لمحبي القراءة، هذا الشيء كلش زهيد بالنسبة للكتاب. تعرض شارع المتنبي لهجوم بسيارة مفخخة عام 2007، والتهمت الحرائق مكتبات الشارع الذي تحول إلى ركام وأنقاض. أعيد افتتاحه عام 2008، ومنذ ذلك التاريخ ظل شارع المتنبي يعج بالباحثين عن متنفس يستبدلون في مكتباته ومقاهيه أخبار العنف بأخبار الثقافة والمجتمع. بأيد ماهرة محترفة تتحول قطع جامدة من الذهب أو الفضة أو غيرها إلى لوحة فنية تنطق بالحياة. أحمد علاء الدين فنان عراقي شاب ورث المهنة عن آبائه وأجداده لتبدع أنامله نقوشا شرقية مجسمة تنبع من بين عبق التاريخ وجدران البلدة القديمة في مدينة النجف. هذا العمل من كان عمره 10 سنين دخلت فيها والدي بعالم النقش، كان شغلنا فقط بس على الفضة والذهب والنحاس، لكن مع مرور الزمن تطور العمل وصار يشمل جميع المعادن منها الفافون والكابون والخشب، وقمنا نشتغل يعني أبواب وأضرحة ومناير ومنبر مال الحسين سلام الله عليه. وكما تتنوع الخامات بين حجر وخشب ومعدن، تتنوع أساليب العمل ووسائله كما يقول علاء الدين. العمل كل عمل يختلف عن الثاني، يعني مثلا الفافون، أنا الفافون ما استخدم به رسم واستخدم به ورقة أخلي وأنقش، لا، الفافون ينقش هو قبل، يعني أنت تخلي قبالك الفافون واللي يبالك تنقش عليه، بس باقي المعادن لا، مثل النحاس، يعني النحاس تكونه سوى طرة ناعمة، هذا كله يعني أنت نفسي تقدر اسمه. ولم يكتفي علاء الدين بفنون الحفر، وإنما امتد نشاطه الفني إلى النقش بالحرق على الخشب لينتج أعمالاً تنطق بالجمال والروعة. الحرق على الخشب بديت فيه قبل سنة ونص. الأدوات اللي أستخدمها يعني هي الكاوية العادية مع اللحيم اللي يستعملوها، بس أنا أخلي أضافات عليها قليلة حتى تنطيني أكثر حرارة، وبديت الحرق على الخشب كهواية، يعني لأن مقاربة العملي وحسيتها بيها فن صعب وحبيت أشتغل عليها. مهنة تعكس جزءا هاما من الفنون الإسلامية لا تزال تحتفظ ببريقها الخاص رغم الحداثة والتطور الذي قضى على أغلب الفنون اليدوية، إلا أن أحمد علاء الدين يبقى ضمن عدد قليل من الفنانين الذين آلوا على أنفسهم حفظ بريق الحضارة الإسلامية. والآن مع فقرة هذا كتابي. أنا محمد فتحي المقداد وهذا كتابي
رواية الطريق إلى الزعتري الصادر عن دار عمار. هذه الرواية كتبتها بدمائي بدموعي قبل أن أكتبها بقلمي، وهي التي نقلت المعاناة، معاناة الناس، معاناة الناس البسطاء، نقلتها من عالم الواقع إلى العالم المقروء، وفيها تجلت عوامل الخوف الفظيع الذي أخاف الناس في بيوتهم، خوف الاعتقال، خوف المداهمات، خوف الاغتصاب، خوف على الأطفال ففروا بأنفسهم وأطفالهم وأموالهم التي تركوها لهم بعد السرقات، فروا إلى الملاذات الآمنة. وفيها تجلى انقسام المجتمع السوري ما بين المؤيد والمعارض، وأنا لا أدعي صدق روايتي، ولكن لا أسمح بتكذيبها. فالزمن هو الكفيل بالحكم عليها، وقد اخترت مقدمة الرواية مقولة للشاعر الهند طاغور: إن الزمن هو أشرف النقاد، لأنه الناقد الوحيد الذي يعلي الحق ويسقط الباطل ولا ينحاز لأحد. فالزمن هو الكفيل بحل أعظم المشكلات، والزمن هو الكفيل بالحكم على الحق وعلى أهل الحق وعلى تجلية الباطل فيما بعد. نعم، وأتمنى أن يأتي الزمن المناسب لتظهر الكتابات التي ظهرت في زمن الثورة السورية، لتكون تحت المجهر النقاد والالتفات إلى ما كتبه الأدباء في هذه الفترة، وما يسمى وظهر هناك مصطلح جديد الآن، هو مصطلح أدب اللجوء، أدب اللجوء السوري. وهناك ظهرت أدبيات كثيرة للثورة، والآن كتب في هذا المجال كتب الكثير مما هو مؤيد ومما هو معارض، والكتابات كلها تأتي بصدق ونقل للواقع المؤلم الذي يعيشه كل السوريون على مختلف انتماءاتهم. وهنا في الرواية تجلى أيضا انقسام المجتمع ومشاركة كل فئات المجتمع من الأطفال والنساء والشيوخ في معترك الثورة السلمية. ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر عبد الرزاق الربيعي. تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من اسطنبول مرة أخرى. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر عبد الرزاق الربيعي، عمل في الصحافة الثقافية والفنية في بغداد وعمان وصنعاء ومسقط، عمل مراسلا لعدد من المجلات الثقافية الخليجية كالصدى ودبي الثقافية والاتحاد والشارقة الثقافية والفينيق، يعمل حاليا في مركز البحوث والدراسات بمؤسسة عمان للصحافة، ورئيس تحرير صحيفة أثير الإلكترونية، أصدر عدة مجاميع شعرية وكتب عدة مسرحيات. فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا بك سيد عبد الرزاق، ضيفا على فضاءات. شكرا جزيلا، شكرا لك وشكرا للفضاءات وشكرا للقناة. حياك الله سيد عبد الرزاق. يعني من يتابع المسيرة الشعرية لعبد الرزاق الربيعي يجد هناك نوع من التشاؤم سوداوية أو ربما وجع من الديوان الأول، المجموعة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة. أنا بدأت في المجموعة الأولى إلحاقاً بالموت السابق، ثم حداداً على ما تبقى
وجنائز معلقة. إذا أردنا أن نتتبع هذا الوجه أو هذا التشاؤم إذا جاز التعبير، ماذا نجد؟ تجد الكثير من الأوجاع اللي متراكمة، اللي خلقت هذا التكوين. الحزن هو إرث بالنسبة لنا، يعني يبدأ من الحزن الكربلائي إلى الأوجاع التي حملها أهلنا من الجنوب عندما نزحوا في الخمسينيات من الجنوب، وبعد ما تعرضوا لهم من ظلم الإقطاع وغيره، والظروف الطبيعة حتى الطبيعة كانت قاسية معهم. فإحنا ورثنا هذا الحزن يعني من هذه الأجواء، يعني إضافة لما عايشناه وآلام الحرب ومن ثم الحصار ومن ثم الغربة، يعني كل هذه يعني ساهمت برسم هذه غلالة الحزن وجعلته طابعا على قصائدي، وأحيانا هو جزء من حزن الوجود، يعني الإنسان كائن تراجيدي، يعني بطبيعته هو كائن تراجيدي، لكن يحاول أنه يعني يتأقلم مع المحيط مع الحياة، ويعني ينطلق إلى فضاءات ويصنع الفرح. هو الأساس الحزن، لكن هو يصنع الفرح. الآن حتى في المسرح يعني البقال التراجيديات، كل الأعمال كتبت أعمال كثيرة يعني في الكوميديا وكذا ونصوص واجتماعية، لكن التراجيديات هي اللي باقية. لماذا؟ يعني لأنه الإنسان بطبيعته هو كائن تراجيدي، وكيف لو يكون الشاعر هذا الإنسان الحساس الرقيق يعني المرهف الحس اللي يجعله يتأثر لأي حدث بسيط يعني يحصل له. فكل هذه تتراكم داخل العقل اللاواعي وتتسرب على أوراقنا. لماذا النص الذي يكتب عن وجع وعن جرح يبقى خالدا في وجدان الناس اكثر من النص الذي يكتب في حاله فرح؟ يعني ما السر في هذه الامه؟ يعني ليس فقط عند العراقيين، حتى شعوبنا العربيه الاخرى ايضا تجد دائما النص الذي كتب كافراز عن حدث قاسي، عن وجع، عن جرح، أكثر خلودا في وجدان الناس وتستذكره دائما. لماذا ارتبطنا وارتبطت هذه الأمة مع النص الموجع؟ خلق الإنسان في كبد، يعني هو الحزن جزء من يعني تركيبة الإنسان، وعنصر يعني كبير. الإنسان عندما يفتح عينيه على الوجود خارج الرحم يبكي، يستقبل الحياة بالبكاء، فهو يبقى مرتبط بالإنسان، والأمراض وفقدان الأشخاص القريبين تجعل كفة الحزن هي الراجحة، هي التي تميل أكثر داخل وجدان الإنسان. فمن هذا الباب أنه يشعر الإنسان بتفاعل وتناغم مع الحزن أكثر من تفاعله مع الفرح. أنا عندما يداهمني الفرح أعيشه، أعيش لحظاته لا أكتبه، لكن الذي يحركني ويجعلني يعني أمضي إلى الورقة سريعا هو الحزن. وكل ما كان الحزن كثيف وعنيف كل ما كان النص أقوى. واضح أنه عناوين المجاميع الشعرية تشي بهذا الوجع العميق. صحيح. يعني الحاقا بالموت السابق، حدادا على ما تبقى، حدادا على ما تبقى، جنائز معلقه، وليل الارمل الاخير، هذا اخير ديوان سنتكلم عنه طبعا. يعني الم تكتب في لحظه فرح؟
هناك الفرح حدث استثنائي في حياتنا يعني، وخصوصا نحن حتى احنا العراقيين يعني، يعني بعد ما هذا كل الأحداث اللي مرت بينا، لقصيدة قصيرة أقول بها: في بلاد نسج الخوف على الأعين ظل العنكبوت، لم نعد نبكي على من مات بل من سيموت. من سيموت. هذه في لحظة فرح كتبتها؟ هذه لا في راحة. ودي أن إذا هناك يعني قصيدة تستحضرها من الدواوين أو المجاميع الشعرية الأولى عن الحق الموت السابق أو أي قصيدة، والله يعني تطربنا بها في هذا الحوار. عن القصيدة: لا تكتئب إن ضاعت الجنة من يديك. هذه من أي مجموعة؟ هذا من الحاق الموت السابق. نعم. إذا أتذكرها: لا تكتئب إن ضاعت الجنة من يديك، لا تكتئب إن مات طيف أخضر أشرق في عينيك، لا تكتئب إن رحلت من أقسمت بأنها وحضنك الدافئ وصل إليك، لا تكتئب فالدهر يوم لك يا حبيبي وألف يوم أسود عليك. يعني هذا اللي باقي من ذاكرتي، كذا مغلفة هي بالسواد وبالألم وبالحزن. ويعني أنا أحيانا أقول يعني لماذا لو أخفف على الناس، يعني أشعر بنفسي، أحس بالذنب يعني من هذا، أنه أنت دائما يعني صاير مثل عدادة يعني بس تبكي الناس يعني. هذه كان يقولها رحمة الله عليها أستاذنا الراحل عبد الرزاق عبد الواحد. نعم. يقول: يسألون الناس ماذا تعمل، أنا أقول عدادة. والعدادة بالثقافة العراقية هي النائحة. النائحة. وإحنا التي تستذكر مآثر لل. وأحاول أن أخرج دائماً أقول هذا انتهت، هذا آخر قصيدة بالحزن، خلاص. نعم. أريد أغير، أخرج من جلدي، لكن يداهمني حزن جديد. نعم. ويحرضني على كتابة نص جديد يغلف الحزن يعني. نعم. على ذكر الراحل أستاذنا عبد الرزاق عبد الواحد، حسب معلوماتي أن هناك تجربة عميقة عشتها مع عبد الرزاق، هناك أيام طويلة يعني، تجربة عمل، تجربة علاقة. بودي أن ننكش ذاكرة عبد الرزاق الربيعي ونستذكر هذه اللحظات. حقيقة يعني أول نقلة بحياتي، تجربتي الشعرية، هو لقائي بالأستاذ عبد الرزاق عبد الواحد. يعني كنت في الثانوية وفي مهرجان طلابي وبالكاظمية، إعدادي الكاظمية، وهو حضر هذا، وكان في وقت يعني مثل ما يعني اسم كبير، وكان شرف لنا أن يحضر. وبعد انتهاء الفعالية الأمسية طلب مني أنه أنا وصديق اللي استشهد أيضا بالحرب، الصباح أحمد حمادي اسمه، أنه نزوره بالوزارة، وكانت فد تشريف عظيم بالنسبة لنا. وذهبنا إلى وزارة الإعلام والتقينا به، وقال: أنا اخترتكما لأن وجدت بكما شيئا يلفت الانتباه، فمن هذا أحب أن نلتقي ونقرأ نصوصكم وتحملوني إذا كنت قاسي يعني أحيانا، بس هو كان كثيرا قاسي يعني، ويعني نحاول أنه نفحص النصوص نراجعها. فكانت دعوة كريمة بالنسبة لنا من قبله، وبالفعل بقينا نلتقي به في الوزارة أحيانا وأحيانا في نادي التعارف. و يعني يطيح بينا كان يعني معروف هذا الشيء، ولكن صنع من عندنا ولا يجامل. انا حضرت اكثر من اكيد اكيد من جلسه نقاش بهذا، واذا اعجب شيء فيقفز ويصرخ. نعم. ويعني فهذا يعوضنا شوي. نعم. واستمرت يعني علاقتي به إلى شهور قليلة قبل وفاته، زارنا عدة مرات في سلطة عمان، 5 مرات يعني
زارنا في بدعوات، يعني كنا ندعو دائما من مشاركات في فعاليات ثقافية، وكان بعد انتهاء الاستضافة الداعية الجهة الداعية ينتقل ليقيم في بيتي، وكنا نمضي أيضا نستكمل يعني الدروس التي تعلمناها قبل أكثر من 30-40 سنة من لقاء الأول به، ويعني كان رجلا مؤثرا ويتفاعل مع الشباب. أيضا عندما عمل مدير عام لدار ثقافة أطفال وعرف أنني أكتب قصائد الأطفال، فطلب مني أنه أجيب له، وأنا ما كنت كاتب أصلا يعني، وإنما كان يعني أدندن قصائد الأطفال، وكتبت نصين، وعندما قرأهم نزع النظارة وقال كفى، أنت ستكون أهم شاعر طفل في العراق، ولهذا ستعمل معي هنا فحتى تكون قريب مني. وبالفعل يعني اتصل بمدير الإدارة وعينوني. أنت في تلك الفترة أين كنت تعمل؟ كنت طالب لسه بالثانوية، وكنت في العطلة الصيفية يعني أعمل معهم، وفي خلال الدوام أسلم المواد المطلوبة مني في مجلتي والمزمار، وكنت أكتب وقتها يعني قصص وسيناريوهات الأطفال أيضا في ذيك المرحلة اللي كان بها اهتمام كبير بأدب الطفل حقيقة بالعراق، ويعني كنت قريبا بالفعل منه، وكان إذا قرأ قصيدة كتب قصيدة فيناديني وأذهب ويسمعني، أكون أول من يستمع. جميل. لتلك القصيدة. هذه العلاقة العميقة التي يعني كانت بينك وبين عبد الرزاق عبد الواحد في رحيله، هل قلت شيئا؟ طبعا يعني أنا كنت حزين جدا لأني لم أحضر جنازته، وهو كانت في باريس، وكنت مقدم على تأشيرة شينغن وتأخرت في جواز العراقي طبعا وقتها، فتألمت كثيرا لأن لم أحضر يعني جنازته، لكن بعد أن استحصلت على التأشيرة ذهبت إلى بلجيكا. كانت المرحومة تتعاطى العلاج في المستشفى في بلجيكا. المرحومة تقصد زوجتك؟ نعم. رحمة الله عليها. والله يسلمك. وهنا أصبحت قريبا من باريس، وتواصلت مع صديقي عبد العزيز النيجي وطلبت منه أن يصاحبني في الذهاب إلى قبر الأستاذ عبد الرزاق. قال لي ممكن، لكن لازم تحصل على العنوان، يجب أن تحصل على عنوان القبر. وحاولت التواصل مع السيدة رغد لكن لم أتمكن، التلفونات مغلقة لكذا. تواصلت مع الأستاذ حميد سعيد وأخبرته، قلت أنا حجزت إلى باريس وأريد أروح أزور قبر أستاذنا عبد الرزاق عبد الواحد. فقال أمهلني يومين وأنا أخبر. بعد يومين أخبرني بأنه للأسف ما توصل لنا نتيجة، ويعني كان فمن هذا الباب. ما فكرت محمد صيف ممكن يوصلك للأسف يعني لو كنت أعرف كان، لأنه أنا كل السبل المتاحة يعني كنت أحاولها وأبذلها، لكن للأسف ذيك الفترة ما كنت عارفك، هذا يعني من سوء حظي ولا كان، وممكن نعملها ونروح مع بعض إن شاء الله. بعد هذا وصلت يعني على مقرب من، وشفت البرد والمطر والكذا، وأنا ما لا أعرف القبر، فقلت إيش جابك وحطك بهذا المكان. كتبت عاد هذا اللي هي مرثية عنه، هو عنده قصيدة مشهورة اسمها الزائر الأخير، أنا أسميته مرثيته البيت الأخير. بارد تراب بيتك الجديد، بارد هواؤه، باردة
سماؤه والمطر الثقيل بارد باردة أنامل الرعود والبروق والآلام بارد صمتك لا صوت لذاك الجار والجدار لا نخلة تمد ظلا طازجا لا ضوء لا أنهار بارد لون الرخام بارد جلد الظلام وارتجافة الأشجار في العراء فما الذي بطائر الكلام من بلاد الشمس جاء من ألقاه من علاه في براثن الشتاء من جاء بالمنفي من مقهى إلى منفى على الرصيف كي يرميه في منفى بارد كأسك أين الحال بارد كأسك أين الحال أين الحان والندمان هل غابوا عن العيون خلف الغيم أين النجم أين الحلم والخلان أين هل أداروا الظهر للشتاء أم أنت للغيب مضيت لما أطبقت عليك ذات لحظة عصيبة برودة الأشياء. الله، الحدث مؤلم والقصيدة موجعة. قليلا من كثير عزة أو كثير عزة، عنوان المجموعة الشعرية كثير. أنت لم تحرك الكاف. لا لا، بس هو أقصد يعني مخاتلة القارئ. نعم. تقول قليلا من كثير عزة أو كثير عزة نصال الفقد والسهد والوجد، هي النصال ذاتها التي تلقاها كثير بفقد حبيبته عزة. يعني إذا افترضنا أنه أنت أبقيت العنوان فيه مخاتلة أو فيه سحب القارئ إلى ساحات مختلفة، ما القواسم المشتركة التي تجمعك ب أن افترضنا العنوان كثير عزة أو قليل من كثير عزة، ما القواسم المشتركة التي تجمعك بهذا الشاعر العاشق؟ هو القواسم كثيرة، يعني هو يكفي نحن على مائدة واحدة نجلس نكتب بأمرة واحدة هي عزة، ها؟ أيه؟ وأنا عز الحارثي. نعم. زوجتي الراحلة. كنت دائما يعني يعجبني هذا الاسم، وكنت مقرر قبل يعني ما أتزوج أنه ابنتي أسميها عزة. لا، وصدفة، لكن جاءت الأقدار وهي اللي تكون الزوجة أنه اسمها عزة، فكانت تأنس وتطرب لهذه عندما أتكلم عن هذا الشيء. بعد وفاتها أنا جالس وأنتظر تنزل يعني من غرفتها وحتى نفطر مع بعض، وذاك اليوم لم تنزل، وبقيت أنتظر وقلت ماذا لو الآن نزلت وأكملنا حياتنا. فقلت هذه فكرة قصيدة، القصيدة أضع بها اسم عزة، كيف أضع هذا الذي هو عنوان كثير. عنوان المجموعة أي ها قليلا كثير. من كثير هو هذا عنوان القصيدة اللي بعدين اسم المجموعة حملته اسم المجموعة. فانتبهت لهذا كثير، هذا قليل منها، قلت هذا قليل منها، هذا من كثيرها، فجاءت ارتبط بكثير عزة، فلهذا كتبت هذه القصيدة. حاضر القصيدة لديك موجودة نسمعها ممكن. قليلا من كثير عزة، هذا هو الغلاف المجموعة وصورتها وضعتها وهي محتضنة ابنتي دجلة. نعم نعم. صباح جديد يطل على الصمت إذ لا لون للوقت في ربوة لا مكان، فقومي من الليل قولي الحراس نومك موعد إفطاري الآن حان، وحان رجوعي لبيتي حيث صغير اليتيم المتيم يبكي وحيدا، وحين تكف المياه عن الجريان بعينيه وحين تكف المياه عن الجريان بعينيه يعد لي الحلم خيطا من الشمس خبزا
مدافن بشهد الحنان. قومي سريعا من الليل، قولي لهم أخوة الرمل والعتمة الجاثمة، لم تعد ليلتي قاتمة منذ ودعت آلام صدري وصبري، وصرت جناحا فطرت وطار الأوان. قومي سريعا من الليل قبل القيامة واغتسلي بالضياء، عودي إليك فمنذ المساء أراك تغطين بالنوم بين أرواح سرب الحمام، تغطين بالنوم بين أرواح سرب في سرب حمام. وضعنا السماء على راحتيك ورحنا ينقرن كفيك، إذا الراحتان أشهى من البرق، أندى من الصبح، أحلى من المن، أكثر طيبا من الزعفران. قومي لإطعام أرواحي زغب الحواصل، لا ماء ولا شجر في ظلام الزمان. ولما نرو العروق من الضوء والشوق، عودي إليك إلى الله قولي، كفيلة يتم اليتيم بين يديك، فرفقا بقلبه ذاك الذي جرحته صروف الزمان، إلى آخره. الله، موجع عندما تعيش سنين طويلة مع إنسان يوميا تصطبح بوجهه وتمسي بوجهه، وفجأة وإذا المكان يخلو منه. هذه هي يعني كانت، يعني أنا جربت كل أنواع الموت يعني، ولهذا تكسرت النصال على النصالي يعني. ها يعني مات الأب والأم والأخ يعني حتى الابن، يعني كثير مريت بتجارب قاسية بمسألة الموت، لكن والصديق أيضا، لكن موت الزوجة شيء مختلف يعني. إنسان يقاسمك يعني مثل ما تفضلت يعني يومك يعني، فكيف يفصل عنه يعني، يصير هو جزء منك، فكيف يمكن فصله عنك؟ أنا في اللحظة اللي دفنوها نظرت إلى القبر وقلت دفنوا يعني ذكرياتي، دفنوا كل يعني تفاصيل حياتي، دفنوا أسراري، حتى أسراري دفنوها في هذا المكان، ولهذا لم أذهب إلى ذاك المكان مرة ثانية رغم هذا الوجد وهذا كذا. لكن فوصلت إلى مرحلة من الانهيار ومررت بظرف قاسي. هي ماتت في عمان؟ نعم في عمان، مدفنت في عمان. في عمان نعم. رحمة الله عليها، رحمة الله عليها. فبعد ذلك قلت ما لا خلاص إلا بالشعر. بقيت يعني واسي نفسي بالكتابة، وبالفعل إلى أن يعني بالأربعينية مالتها كانت المجموعة جهزت، وهنالك نصوص كتبتها خلال فترة المرض أيضا، نعم. أضفتها إليها، وهو كتاب ليس فقط يعني حزن ورثاء، هو كتاب حب يعني، نعم. بالنهاية ووفاء وحب وحنان، ويعني بكل المشاعر الإنسانية. هو قليل من كثير عزة. هو طبعا هو يقال أن القصيدة عندما يكتبها الشاعر يعيش لحظة اضطراب، لحظة غضب، لحظة انتشاء، وهناك شحنات كهربائية، شحنات إحساس. القصيدة عملية تفريغ لهذا الغضب، لهذه الثورة، لهذا الحزن. المتلقي أو قارئ القصيدة أو متابع القصيدة، هل يمكن أن يعيش حالة الشاعر ويفرغ ما بداخل ما بداخله من غضب، ثورة، أو عشق، أو حزن؟ يعني قد يعيش نفس الظروف أو الظروف نفسها التي يعيشها الشاعر، هل يمكن له أن أو يمكن أن يستخدم القصيدة لتفريغ ما بداخله من شحنات؟ هذه تتوقف على براعة الشاعر، نعم. على ملامسة وجدان المتلقي، فكلما كان بارعا
في التعبير عن تلك الحالة فتصل بشكل أفضل إلى القارئ وتلامس وجدانه وتعزف على الوتر الحساس، ولهذا يشهق ويقول الله، هذه كأنما أنا أقولها، هذه هذا هو عبر عني. هذه براعة الشاعر، الشعراء الكبار دائما يعزفون على الوتر الحساس في وجدان الإنسان، في ضميره، ولهذا يبقى هذا الشعر خالدا. يعني هذه العملية التفريق هي عملية مقابل التطهير اللي يتكلم عنها أرسطو طاليس في كتابه فن الشعر. يعني أنت لما تشاهد عرضا مسرحيا أنت يحصل هذا التفاعل بينك وبين العرض، يحصل نوع من التطهير. نعم. فلهذا الجمهور يخرج هو يشعر بالارتياح، لأنه أنت رثيت الحبيبة والزوجة عزة في قليلا من كثير عزة. آخر دواوين هو أو آخر مجاميع الشعرية ليل الأرمل. أظنك رثيت نفسك به. حقيقة هو ليل الأرمل، يعني هذا بعد ذيك المرحلة أحسست، وصدر قليل من كثير عزة، أحسست أني لم يعني أقل كل شيء، فبدت تتوالى النصوص، لكن هذه المرة هي عني أنا بعد. يعني إذا كان قليل من كثير عزة هو عن المرحومة، فليل الأرمل هو ليلي، هو نهاري نهار الناس، حتى إذا أتى لي الليل هزتني إليك المضاجع. فحقيقة يعني كانت يعني تهيج في الليل هذه الذكريات والتفاصيل الحياة، فكنت أعود إلى ذاتي وأحاول أن أواسي نفسي وأحاول أن يعني أعبر عن 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 هذه الحالة وخفف عن نفسي، فكنت أخفف عن نفسي بالكتابة، وكان ليل الأرمل. الشاعر عبد الرزاق الربيعي، شكرا لك على هذا الحوار الممتع، وأسأل الله أن يحيط حياتك بالسرور والطمأنينة والسكينة بعد هذا الفقد وهذا السهد وهذا الوجع. شكرا لك وعلى هذه الاستضافة، وشكرا للقناة. وأنا رغم أنه تكلمت عن الحزن كثيرا، لكن أنا أيضا بداخلي سعيد بلقائك بما تكلمنا عنه، وإن شاء الله في لقاءات أخرى نتكلم عن الفرح. أنا أسعد وجمهورنا أيضا سعيد بأن يطلع على تجربة شاعرنا الكبير عبد الرزاق الربيعي. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في حلقة أخرى من فضاءات، أستودعكم الله والسلام عليكم.